بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم نتواجد في المنطقة الحدودية في المطعم الحدودي حدود الجزائرية المغربية بمدينة وجدة، وبالمناسبة نتمنى عيد مبارك سعيد لجميع إخوان الجريدة الرسمية الإلكترونية أخبرونا اللي استضافونا في هذا البرنامج. واليوم اللي هو ربع عيد اللي إن شاء الله بدينا الخدمة فيه، كان نوجه الشكر الجزيل لجميع السلطات المحلية اللي سهرة معنا في تنظيم الحالات وتنظيم الشروط الاحترازية اللي تنشتغلوا عليها إن شاء الله، لا مع العائلة ديالنا ولا مع الزبناء ديالنا ولا مع العمال اللي كنخدموا معهم. أنا بصفتي كمسير المطعم كنعاود نوه وكنعاود الشكر ديالي لجميع السلطات، ما فيهم الدرك الملكي، ما فيهم القايد، ما فيهم الخليفة، ما فيهم قوات المساعدة. والحمد لله وجدة تحسنات والحالات ديالها في تحسن وفي نقصان، والحمد لله لأنه وجدة فيها صفر حالة. اليوم موضوع ديالنا اليوم هو الشبه اللي هو ما بيني وبين حسن الفيل. وقعوا لي بعض المسائل مع ناس في مدينة الدار البيضاء بما أنني عشت فيها تقريبا واحد ربع سنين. في كل مرة كنت كناخد تاكسي أو لا نمشي لإدارة أو لا نمشي لمطعم أو لا فين كنكون، ناس اللي هما من المجتمع المدني كيقول لك واش انت هو سي حسن؟ لا راه انت هو، ودي راه ماشي انا، ولا انت هو سي حسن، تصوروا معاك، ناخذوا معاك صور، هذه فين هي الابداعات ديالك، فين هي؟ بعض المرات نقول له ماشي انا، بعض المرات كما يكونش عندي الوقت خصني باش نهرب كنتصور معاهم كنقول لهم سيدي ماشي مشكل انا هو. والحمد لله سي حسن الفد ممثل مشهور وممثل عنده سمعه طيبه و سي ان بون اكتور، واللي كنعرف عليه انه رجل مثقف، وكنعرف لي الكوميديا ديالو كوميديا اللي هي في المستوى المطلوب، وان الجمهور ديالو عنده جمهور طيب تبارك الله وجمهور عالي المستوى. وكنتبعو معاه اشاك فوا كيكون عنده برامج فكاهيه، تبعنا معاه كبور ميت شهر وتبعناه بزاف في رمضانيه ديالو، والحمد لله هذا سيدنا رمضان اللي داز تبعنا معاه عاوتاني بحال شكل كبور، دار واحد المسلسل قصير طرائف الاسراء. طرائف انه كان واحد الوقيته كان يجوا عندي للمطعم في الدار البيضاء، كنت مسير المطعم في الدار البيضاء في تماريس، والناس كيجيو بزاف كيقول لك اودي انت هو سي حسن، حتى هو جا دي غيمور انه كان شي واحد صوزي ديالو الشبيه ديالو، وانه جا واحد الوقيته انا ما كنتش، كنت يمكن غايب واحد النهار ولا يومين، وجا تما كيقلب على هذا السيد شكون هو، هذا السيد اللي تيشبه له شكون هو. ونتمنى ان شي نهار نتلاقى معاه، نتمنى شي نهار تكون صدفه وجا الوجدة مرحبا به وكنرحبوا به بزاف. جا واحد الوقيته استضافه هنا سي عزيز دداس، تلاقينا معاه ودرنا له شكل كاميرا كافي، كاميرا كاشي باردون، درنا له اون كاميرا كاشي اللي هي ماشي كاميرا كاشي اماتور. قلت له معك حسن الفد، وخرجت من الريستورون وقلت له في التلي كنتفلى معك راه ماشي سي حسن. هو كان جا هنا عنده الديبار ديالو في مطار وجدة انكاد، كانوا معاه الناس ديالو، وحتى السي عزيز داداس رحبنا به حتى هو، وقلنا له سيدي الا مشيتي للرباط دوزنا السلام للسي حسن الفد. كان واحد الوقيته كانت واحد ما بين الطرائف اللي وقعوا لي انه في لوطرود ديال الدار البيضاء الرباط جايين عيانين في 2004، ديك الوقيته كان السي حسن الفد كان شارك في بارمي لي جوج ديال داك ستار اكاديمي جو كروا سي جو مرابيل، وقفوني الناس بالطوموبيل تبعونا وقال لك لا نتصوروا معك، حنا كنا عيانين ماشي مشكل اسيدي ناخذوا معكم تصويرات. مشاو في حالاتهم ومشاو في داك الفكره انه انا هو حسن، خليناهم على خاطرهم، هذا هو الموضوع. وكاين طرائف اخرى انهم كتركب في الطاكسي ها كيشوف واحد الوقيته ما بقاش كركب لقدام كركب اللور، علاش كتركب لقدام كيقول لك مرحبا سي حسن ما كيبغيش يتخلص عليك الا في الابداعات، وليت كنركب اللور كيشوف الروتروفيزور كيقول لك هو انت هو سي حسن، في التاريخ كنت نقول له ودي راه ماشي سي حسن الله جل علاش ما كيبغيش يتخلصوا عليك داك الشيء ديال الطاكسي، كنقول له لا مرحبا. من بعد بقيت كنقول لهم اودي لا ماشي هو حسن، من بعد لقيتها كنقول لهم انا هو حسن، ومشات هكذا مشات هو كيدير الطرائف ديالو وانا كندير الطرائف ديالي، هذا الشيء اللي كاين.
الحمد لله انه وجد التزمات بالشروط الاحترازيه، والحمد لله لان سيدنا رمضان كانوا شويه ديال الطوارئ والسلطات كانوا زيروا شويه المجتمع المدني انه كل واحد يحترم يعني الشروط ديال انه البقاء في البيت او لا من مور 8 ما كانش تحرك. واليوم بالاخص ما كانت صفر حالات، وكنشكروا جميع السلطات كنعاودها ونعاودها دائما اللي كيسهروا معنا الحمايه ديال المواطن بالدرجه الاولى. والحمد لله كنتمنوا هذا الوباء ما يبقاش ويمشي علينا وترجع الامور للعادات ديالها وترجع الحياه اليوميه اللي كنا عايشينها ان شاء الله والحمد لله. والشكر التام للجريده الالكترونيه اخبارنا والاخوان اللي كيسهروا معنا على هذا البرنامج، وشكرا جزيلا وحفظكم الله.